انا اختي عندي 38 عام، كنت خدامه يعني كنت كنخدم غير في الديور، كنت الحمد لله كنت بخير، كنت عندي صحتي كنخدم كن حتى لواحد النهار طحت مريضه، مرت عندي سرطان في العظم، سرطان في العظم طيح لي الكلاوي حتى هما، كنت كندير الدياليز وفي نفس الوقت كنمشي ندير لا شيميو. الحمد لله الحمد لله على كل حال كان عندي الوالد عايش، كنت بعدا الحمد لله كوميم، كنت الوالد الا احتاجيت شي حاجه كيصيفطها ليا، كي هذا زعما يعني ماشي غادي ننكر خوتي لحوني ولا شي حاجه بحال هكا، لا زعما عاونوني ساعدوني الحمد لله. ما ديك الايامات الاولى كنت زعما حتى دخلت للسبيطار وخرجت، ومن بعد يعني الحمد لله فاش نيت توفى ليا الوالد صافي ما لقيت لما حتى خوتي كنحشم نقول لهم مره يعطيوك مره ما يعطيوكش مره كل مره، والحمد لله لقيت اختي واخا عندها اربعه الدراري وتوفى لها زوج ديالها وهذا، الحمد لله الحمد لله لقيتها اللي كياكلوا ولادها كناكلوه الحمد لله على كل حال، ماشي سهل الحمد لله على كل حال اللي مازال دابا انا قدامكم وكنهضر. يعني دازت عليا زعما يعني كندير لا شيميو في نفس الوقت كنمشي ندير هذا، يعني واحد الحاله يعني الحمد لله خرجت منها الحمد لله بعدا كوميم، يعني دابا راني لاباس شويه الحمد لله، كنمشي للطبيب كندوز رونديفو ديالي كنرجع، ولكن الحاله يعني ضعيفه جدا يعني باش تمشى واش تنقلي واش هذا، يعني حتى من الماء دابا ما كنشربش انا الماء دروبيني، يعني الطبيب عاطيني نشرب الماء ديال كتشري، يعني معاناه كبيره الحمد لله. كيفاش دوزتي ديك يعني ديك الفتره ديال عاودي لنا ديال الشيميو وديال الكيمياء؟ اول حاجه بعدا فاش يعني فاش تصابيت وفاش هذا مازال ما عرفتش راسي اش شنو عندي ولا شنو هذا، يعني دخلت على اساس راني مريضه، يعني مازال كيبحثوا لي، دخلت للمستشفى ابن رشد فين يعني نعست فيها شي تقريبا شي 20 يوم وهما كي يعني تحاليل راديوات هذا، يعني حتى طاحوا لي في هذا، يعني هما شنو هذيك الساعات كان غير الكلاوي، لقاو عندي فشل كلاوي حاد، يعني الكلاوي تمنيت ابن رشد دخلت يعني داروا لي التحاليل هذا، المهم عندهم درت دياليز فيهم نيت عند السبيطار، درتو عندهم شي ثلاثه الحصات اللي درت عندهم في هذا، بقات الطبيبه كتقول لي شوفي نقدر نقول لك انت مازال ما عرفناش، المهم عندك شي مرض اخر هو اللي مخلي لك الكلاوي ديالك ديرين هكا، حنا كنقلبوا شكون اللي كيدي لك زعما، يعني ما كتبقى تقلب الحمد لله حتى عرفوا بانني عندي سرطان في العظم، من تما عطاتني باش نمشي لعشرين غوش نتبع، يعني نتبع هنا ونتبع هنا، قبلت اش ندير ما عنديش جات من عند الله، واش غادي هذا ابتلاء من عند الله، يعني الحمد لله ابتلاء من عند الله، ما عندي ما ندير، واش غادي ننتحر واش غادي هذا، داكشي جا من عند الله سبحانه وتعالى، ضروري غنقبلو قبلته. هي في الاول راكي كتصدمي وكتحطمي وكتشحال بزاف د الحوايج، ولكن صافي منين كت يعني كت صافي صافي قطعتي ليا، يعني عندك المرض اش غديري ما غديري والو، اللي جات من عند الله، عشتي راكي عشتي يعني متي الله يرحمك، صافي يعني مرض هذاك ديال الله سبحانه وتعالى غنتقبلو بكل هذاك الشيء اللي درت. كندير لاشيميو وكندير الدياليز بجوج كنديرهم، يعني 3 سنين مده 3 يعني فاش بدا شويه المرض كينقص شويه حيدوا لي الدياليز، مابقاش كنديرو الحمد لله، هذه من فضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله. دابا عاطيني نشرب الماء ديال يعني هذا، خصني نبقى نشري الماء يعني باش الكلاوي ديالي ما يرجعوش كيف كانوا. اما الطبيب ديال 20 غوش يعني كنمشي عنده ديما، كنمشي ندير الكونترول ديالي وكنرجع. وفين وصلت هذا؟ ما كيعطوكش، كيقول لك زعما المرحله فين وصلتي ولا كتمشي عندهم كيقول لك راكي دابا الحمد لله شويه، كيدير لك التحاليل كيقول لك راه دابا الحمد لله راكي شويه راكي هذا، فهمتي كل يعني كل كونترول عندي فيه شي 6 تحليلات ولا 7، هادو حتى هما خصني نديرهم بالفلوس، يعني ما خصنيش حيت كاينه شي تحليله كتمشي لبرا، كاينه التحليلات اللي كيلحقوا في السبيطار، يعني هادشي اللي كاين الحمد لله. ما نيأسش، علاش نيأس؟ اللي جات من عند الله واش منين كي باش اش غادي ندير؟ هادشي ديال الله سبحانه وتعالى، ما عندي ما ندير. الحمد لله، انا دابا الطلب ديالي انا بغيت غير باش نعيش، هادشي اللي بغيت، ونقاوم هاد المرض ديالي حتى يحم الله، هادشي اللي بغيت. يعني طالبه حاجه وحده؟ حاجه وحده، بغيت غير نعيش، بغيت
بغيت غير باش نتنقل وباش ناخذ الماء وباش هادشي اللي بغيت، ما بغيت شي حاجه كثيره ولا شي حاجه. الحمد لله كانت عندي صحتي وكنت خدامه وكنت كان كاريه، ويعني فهمتي يعني شحال فاش طحت لقيت اختي ها هي نجلسه عندها، يعني ما لحتنيش للزنقه فهمتي، يعني ما لحتنيش بقيت معاها. داكشي اللي كتاكلو وليداتها مسكينه عندها 4 ديال الدراري اللي كتاكلو كناكلو معاها فهمتي، هذه هي المعاناه ديالي. عرفتي كنتالم بزاف على حقاش حيت ما في جهدي، ما عندي حتى شي حاجه، ما عندي حتى اختي مسكينه اللي غادي تعاوني راه عندها 4 ديال الدراري، راه كنشوفها هي كتقطع من الداخل وانا ما يعني فهمتي. واخا هكاك الحمد لله الحمد لله صابرين باش ما عطى الله. وشنو هي الرساله اللي كتوجهها؟ انا الرساله اللي كنوجه شي بنادم اللي الى شي جاه شي ابتلاء من عند الله يصبر، راه الصبر هو كلشي. الا صبرنا راه الحمد لله راه غادي ربي غادي يفرجها ان شاء الله. هادشي اللي كنطلب وكنطلب من الله ومن اللي كيسمعوني واللي هذا غير يعاونوني، غير بغيت نعيش صافي هادشي اللي بغيت، ما حتى شي حاجه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.